هاي ثاني مرة بحياتي يمكن نايكي نايكي. تعال 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 حبيبي، صار لي وايد انتظرك. هلو جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. اليوم حابة اسوي وياكم مكياج طبيعي يومي، صار لي كل شوية ما مسوي وياكم مكياج، وكلش عاجبني انه اسوي مكياج. صدق اني دا اسوي اكثر شيء للصور، طلعات قهوة، الطلعات العادية. اليوم أنا وعليهم راح نطلع مثل طلعاتنا العادية، فحبيت أخذكم وياي هذا الفلوج. اليوم من راح أسوي المكياج راح أجرب وياكم أشياء أنا أول مرة أجربها، لأن صدق أشياء عاجبني أعتمد عليها بالصيف، لأن دا أحاول أستخدم مكياج ما يبين كيكي، مكياج مو كلش يعني ما يبين هواية، بس هو مكياج موجود، عرفت شلون؟ أنا نو. بس المكياج اليوم راح أستخدم وياكم منتجات أنا أول مرة أستخدمها بحياتي، بس أنا ما حاطة أي شيء على وجهي، بس حاطة موسترايزر يعني السكين كير مالتي، حاطة موسترايزر و SPF، وراح ابلش احط وياكم فونديشن. غيرت الاضاءة شوية هنا احسن، خلي اربط شعري حتى تشوفون المكياج زين، وراها انزله رايت. عدلت الشعر بطريقة انه it's okay now. ها راح استخدم هذا البرايمر من سماش باكس فوتو فينيش، طبعا هذا صار لي كل شوية استخدمه ما بدلته ومدى يخلص. وراح نبلش بالفونديشن. قلت لكم اشتريت فنتي فونديشن وجربته وكلش حبيته، هاي يمكن هاي اليوم راح تكون ثالث مره او رابع مره اجربه. جربته وكلش حبيته، طبعا هو مات فينيش، بس انا يوجوالي ما احب المات فينيش، بس شو هذا حبيته، يعني ما شفته انه كلش مات. بس لازم تحطون موسترايزر قبل ما تستخدموه، خاصة إذا الفونديشن مات. اعتناء بالبشرة قبل الفونديشن فشي كلش مهم. جايز اجنور الشعر رجاء، أنا سفد شوية أنزل، بس خلي أخلص الفونديشن. بس نعدل الشعر، نحطه هيك بوني تيل أحسن شي. طبعا لو مدى أصور جايز عادي أحط شعري بأي طريقة، بس يعني I gotta look cute come on. أنا حاطة هسة طبقة واحدة من الفونديشن على وجهي، رح أرجع أحط طبقة ثانية على الأماكن اللي أريد بيها تغطية أكثر، لأن هذا الفونديشن بصراحة مو full coverage بس it's buildable. buildable معناها تقدرون أنتو تحطون أكثر من طبقة ويطلع شكله هم حلو. أحس الفونديشن حال السكين كير برودكتس، كل بشرة تفرق، فلازم تجربون الفونديشن قبل ما تحكمون عليه. الكونسيلر مو فشي جديد، دائما استخدم هذا من تارت شيب تيب، وما احط هوايه بصراحه جايز، يعني اذا تشوفون هالقد بس احط الكونسيلر، احاول اسوي له بلندنج، ارفعه جايز، ارفع الكونسيلر اللي هنا حتى يسوي ليفتنج للفيس. نفس الشيء احط شويه على الحنج حتى يبرز الحنج اكثر، احط شويه هنا وهنا على خشمي. هسه راح استخدم هذا الكريم برونزر من فنتي بيوتي، فتحته وياكم وصار لي كل شويه اجربه، تشوفون ايش قد استخدمته، صار لي تقريبا اسبوع دائما دا استخدمه وكلش دا احبه بصراحه. برونزينج وكونتورينج بنفس الوقت، ودا احبه لان مالته الدرجه كلش خفيفه، يعني مستحيل مالته اللون كلش راهم البشرتي عبالك صدق ظل. طبعا دائما احط اني برونزر على حوافي قصتي، مو حتى اصغر منها لا، بس حتى يعطيني وارمث، يعني يعطيني شويه هيجي حياه للوجه. جايز هو هذا المكياج اللي دائما دا اسويه، تقريبا ياخذ من عندي 30 دقيقه، بس هسه لين دا اسولف وياكم ما ادري ايش قد راح ياخذني. الطريقه اللي اسوي بيها مكياجي تقريبا كتله اشهر اربعه تفرق، ما دا اتشاق وياكم جديات. اتعلم فتشي او استكشف فتشي احبه اكثر وابدل. هو هذا البرونزر دا استخدمه ككونتور، دا استخدمه ككل شيء. اكو خدعه تعلمتها هم بالتيك توك انه تسوون دائره هنا. باعوا خشمي ايش قدوته يصير من اسوي شويه كونتورينج. هسه عندي هذا هم اشتريته من فنتي كريم بلاش، جربته وياكم قبل وكلش دا احبه ودا استخدمه دائما، بس اشتريت ذيك المره هذا بني تنت، طبعا صار لي كل شويه فتره اريد اشتريه، بصراحه عاجبني اشتريه اني اكثر شيء للشفه، لان احب مثلا احطها من ما اكون حاطه مكياج او ما اريد احط حمره، بس اريد شفتي تكون حمراء، ف عاجبني هسه اجرب على خدودي هم. خدودي شوفون تتتوت اوه اوكي كلش احمر.
نسيت ايش قد يحطون صار لي كل شيء هواي لان هذا برودكت يعني مو جديد كلش قديم صراحه جايز بس انا ام جست ناو تراين ات اوكي حطيت هالقد حطي شويه على شفتيها عشان بي ريحه روز واتر لما يورد جايز بالكاميرا ما ادري اذا تشوفوه لو لا بس بالحقيقه كلش مبين واو حبيت اصور بعد اريد دو هنا وهنا واصورهم على شفتي بعد راح احط خدودي قامت تبكي اوكي نحط هنا كلش حبيت انه اقدر اسوي له ميكسينج هيجي كلش بسرعه هذا البرودكت ليش ما اشتريته قبل كلش سهل جايز احس انه حتى اذا واحد ما يريد يحط ولا نقطه مكياج يقدر ياخذه وياه مثلا يحط خدود حمراء وشويه هنا على العيون ويطلع I like that كلش حبيت كلش حبيت اللي احط شويه هنا لان انا هم احب احط شويه حمرات هنا طبعا شفته بالمحل قلت خلي اجربه thank god I finally did طبعا رحت اشتريت translucent powder اللي هو نفسه لورا مرسيه أنا صايرة أحب أخلص كل الكريم يلا أبلش بالباودر هذا هي أنا لورا مرسيه new product ياي طبعاً لي أنصار لي هواية من حاطة الكونسيلر رجع خطط فلازم أسوي له بلندنج مرة ثانية قبل ما أحط الباودر راح أحط هسه الباودر طبعاً دا أحط باودر وأصعد لهنا حتى يفتح من هاي المنطقة أكثر وتبين عيني مرفوعة أكثر ومجرورة أكثر وأحط على حوافي خشمي حتى يبين الخشم شوية أنحف وهنا بدل ما أحط لون فاتح من الكونسيلر أو أي شيء ثاني لا بس أحط الباودر والباودر رح يبين المنطقة شوية أفتح فبيسكلي انتو دا تحطون less makeup بس من دا تحطون less makeup دا تتحصلون على نفس الإفكت بس أوخر الباودر already خلصنا من مكياج الوجه طبعا قبل ما أخلص مكياج وجهي كاملة بقى بس شوية أحط هايلايتر هايلايتر طبعا أكثر شيء أحط هو على خشمي هنا بالنص كل شيء هواية أحب أحط على خشمي لأن أحسه يبين منبل أكثر ومرفوع أكثر وأحب أحط هنا على العظمة مع الخشم بالنص لأن هم أحسه يبين إنه الخشم أرفع أكثر بعد أحب أحط هنا حتى يبرز الحنج ماتي تشوفون شلون يبرز أكثر أحب أحط هنا كلش قليل دا استخدم هذا الهايلايتر من كايلي اسمه ايس مي اوت كلش احبه وصار لي فتره كلش هواية استخدمه وبعد ما دا يخلص اصلا جايز انتم ما يحتاج تسوون مكياجكم مثل مكياجي بالضبط اني اشوفكم مكياجي لان اني احب هذا المكياج شلون يطلع علي بالصور وبالحقيقه اكيد كل بنيه الاشياء اللي تحب تبرزها بوجهها تفرق عني حواجبي مثل ما تشوفون اوريدي موجوده اسهل شيء اسويه بحواجبي انه هو امشطهم وصايره اني ابد ما ارسم حواجبي بس من هنا اطوخهم حتى تبين العين شويه اطول لان كل ما تطوخون الاند مال حاجب كل ما تبين العين اطول يعني اني ارسم شعرايات هنا اللي قدام وفقط خلص ها هي طيب هاي تسمعون علي قاعد يحكي بالتليفون مدري ذا يعيط بالتليفون أرأنه راح استخدم هذا المثبت مال حواجب مرات استخدم مثبت مرات لا حواجبي هسه طويلة وما قاصتهم فيحتاج لهم شوية تثبيت وراح استخدم هذا الاول نايتر طبعا اتصور كان عندي واحد ما ادري اذا كان عندي واحد لو لا والله ناسيه بس يا راح استخدم هسه هذا اثبت بيه مكياج وجهي قبل ما ابلش بمكياج العين اوكي بعده جديد حطيت هوايه وراها هيجي اسوي ادمج كل شيء سوا هسه نبلش مكياج العين راح استخدم هاي الباليت من انستازيا بيفرلي هيلز اسمها نورفينا والالوان اللي راح استخدمها على عيني راح تكون اسنتريك هذا اللي يكون تقريبا على رمادي فشي كلش فاتح شوفون المرايات وراح احط كلش قليل بس هيجي احدد رسمة العين بيسكلي طبعا برجع احب هذا اللوك لان كلش سهل وصدق احسه يعطي حيوية للعين
حس شفتي فوق راحت من الفونديشن. راح ارجع احط تنت مره ثانيه. هسه راح احط ايلاينر. اني هذا الايلاينر اللي استخدمه من هاوس لابوراتوري وكلش احبه وكلش سهل بالاستخدام. تشوفون اني هاي رسمة الايلاينر اللي ارسمها دائما. بصراحة كلش احب هاي الرسمة واحس اكثر شيء يرهم لي من تكون قصيرة مو كلش طويلة. طبعا عاجبني اجرب وياكم هاي المسكارة من Too Faced اسمها Damn Girl Those Lashes Are Thick. هذا شكلها مرة ثانية. هاي اول مرة اجربها. هذا الشكل مالتها So cute. واو الواند مالتها كلش كبيرة. تشوفون خلينا نجرب. بس طبعا هم رجعت وسخ البنطروني وهم بفونديشن بس بقى بس يرجع يتنظف. هسه لازم انتظر ينشف كله بسبب الفونديشن. anyway هسه نرجع على المسكارة. هاي حطيت طبقة تقريبا بس ما صور جربتها كلها بس تعطي كثافة مو طبيعية. شو رأيكم؟ واو اوكي حبيت. طبعا هسه حطيت مسكارا. اني دائما انتظر المسكارا تنشف يلا انظف الاشياء اللي تصير على الاي شادو مالتي. فراح احط مسكارا على هاي العينهم. I like it. كلش حبيت. طبعا استخدم هذولي مال حواجب. انتو تستخدمون تقدرون تستخدمون اي شيء بس اني كل شوية احبهم. هاي انظف مكياج العين بسرعة يروح كلش بس انتظره ينشف وخلاص. جايز قبل ما اخلص من مكياج العين راح اسوي لاش كيرلر. طبعا هاي اللاش كيرلر من براند اسمها شيسيلدو. طبعا اني ما اسوي كيرلينج. هاي راح تكون اصعب شيء عندي بحياتي. هاي ثاني مره بحياتي يمكن احب استخدمها ورا ما احط المسكارا. ما ادري ليش اني هيجي احب استخدمها. احس ما تسوي فرق بس اتس اوكي ما يخالف. طبعا هسه تقريبا خلصنا من مكياج العين. بقى بس اني احب اضيف شويه فاتح على مقدمه العين. راح استخدم هذا اللون اسمه بيس من نفس الباليت نورفينا وراح احطه على بدايه العين حتى افتح من هاي المنطقه. تشوفون بس هنا بسوي له شويه بلندنج. علي راح يزين واني اولموس خلصت مكياجي. طبعا من يرجع بدنا نروح نشرب قهوه. تروفي وايف هو اسم اللون من هدى بيوتي. راح ارسم الشفه مالتي بي. طبعا مثل ما تشوفون هسه رسمت الشفه مالتي بالهدى بيوتي بن وراح احط بعد من هذا البناي تنت. بس بصراحه يعطيك كلش هوايه لون للشفه. واو يعني باعوا تقريبا صار بلون قلم الحمره. وهسه راح احط من هذا الفنتي جلاس اللي هو كلير فنتي جلاس. اللون مالته اسمه جلاس سليبر. اوه هاي اصور ثالث لون عندي كلش احبهم. الجلاس مالتهم من النوع اللي ما تلزق وريحتها كلش طيبه. طبعا الحمرة صارت كلش 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 بينك. يعني ما ادري احسها كلش بينك. It's not me. فخلينا نخفف شوية. طبعا الحمرة مو صارت كلش بينك. راح اضيف شوية من هاي لون نود من KKW رقم 3. راح احط كلش شوية هنا حتى ما يصير كلش بينك يصير شوية بيها نود. باعوا هيجي احس اللون اكثر. حبيته اكثر. انتو شنو رايكم؟ انا احس هيك اللون احلى من انه يكون كلش 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 بينك. وتارا هذا هو المكياج. جايز هذا هو المكياج اللي هسه انا دا اسويه حاليا. مثل ما شفتوا مرات اغير لون الحمره مرات اغير لون الاي شادو. هي هاي الاشياء اللي دائما اغيرها. دا انظف هسه المرايه مالتي. اقعد انتظر علي حتى نروح نشرب قهوه. طبعا اني دا انتظر علي وعلي بعد ما جاي الدنيا قامت تمطر الجو اتغير. هسه بعد شويه اشوف لكم شنو. واني تو قررنا ناكل اني وحدنا. تو طبعا عندها دراسه بعد فد ساعه عندها محاضره او نص ساعه. بعد نص ساعه تبلش المحاضره مالتها اونلاين. بهذا الوقت قلنا اني وعلي نروح نشرب قهوه بس علي بعده بالحد هسه ما جاي. ما ادري ليش ديقص شعره ما ادري ايش يسوي له تسريحه. خلي اشوف لكم شنو راح اكل. هاي اكلتي اللي اني مسويتها. تو هنا ما تاكل انت تدرس.
تسمعوني قراقيه؟ لا لازم اشوفكم ايش يصير برا. با على عاصفه. لا مستحيل راح نطير. أنا لحد هسه أنتظر علي يجي حتى نروح نشرب قهوة. جايز طبعا هسه إجاني ميل والأشياء مبللة ضاعوا. هنا كليتها مبللة لأنه تنطر برا. هذا راح أفتح لكم إياه بغير فيديو لأنه بصراحة أريد أسوي لكم هول كامل لكم موصية هدوم من فاشن نوفا، فأسوي لكم فيديو عن هاي الأشياء. بس وصلتني وصلني هذا الحذاء اللي صار لي شهر موصية عليه. خلي أفتح هسه وياكم. واو إجاني البوكس كليته مبلل. نايكي نايكي. تعال 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 حبيبي، صار لي وايد انتظرك بنوايو. هيانا طبعا اشتريته من جوت، دائما اشتري احذيتي من جوت. وهيانا الحذاء تارا. جايز لي بس ما تحملت توتي. I love it. جدان جدان حلو. واخيرا بدنا نطلع من البيئة. عشان هو I'm finally علي اجى. هلو فريش هير كات. هلا بيت هسه راح خربط مالتك التحليقه. اجينا خلاص بدنا نشرب قهوه الساعه 7 تقريبا العصر. هذا اللي راح نسوي اليوم، نشرب قهوه ونرجع البيت. ايانا علي لابس الماسك. راح احط لكم اللينك لهذا الماسك جوا بالدسكربشن بوكس. ما اريد ادخل انت ادخل. طبعا انا ما اريد ادخل جوا حتى ما البس ماسك. تشوفون علي جوا هناك لابس ماسك. الماسك ما علي مكتوب عليه كوفيد 19 champ. راح اترك لكم اللينك بالديسكربشن بوكس اللي يحب يشتري من هذول الماسكات. بس هذا اول شيء انا علي نشتغل عليه. هذا الويب سايت راح يكون فيه اشياء احنا نحب نلبسها وراح نكون حاطين بيها فينتج اشياء. ف ستي تون، ححط لكم اللينك جوا بالديسكربشن. خلي اشوفكم شنو لابسه قبل ما يجي علي هو والكافي مالته. لبست هذا البلوز اللي كنت لابسه طول الوقت. غسلت البنطلون مثل ما قلت لكم يا اتوصى. هذا الحذاء الجديد. ام سو هابي. بس شاكية اخاف شوية باردة. واجا علي شنو جبت لنا؟ شوكليت. زين انت راح تاكل الشوكليت قبل ما تجينا القهوة. نهاية. اريد اقوم اخذ صور قبل ما تصير الدنيا كلش ظلمه. بالقوز قزح وقهوتنا وصلت. ياي ياي يمي يمي. ناكل ونرجع لكم. جايز طبعا بدنا نشرب قهوه عربيه. اموت على القهوه العربيه، طعمها كلش طيب خاصه ويا الشوكليت. اتس بيرفكت. جايز الشمس تخبل هنا. او ماي جاد. بس بعد الدنيا شويه بارده. خلصنا قهوه انترست بطني. الشمس هسه تغيب. ذاتس ات جايز. هيك راح اقضي يومي. هسه راح نرجع للبيت. ما اعرف شو نسوي. خلاص بس نقعد تشيلينج بالبيت ناكل. بيسكلي ناكل اكثر. خلصنا هسه قهوه اكلنا حلويات. وذاتس ات جايز. اني احبكم كلش هوايه واشوفكم على المره الجايه. باي. صدق جايز لا تنسوا تسوون سبسكرايب جوا وثامز اب اللي حب الفيديو. سبسكرايب right here. باي.